السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غادي نبدا معكم واحد السلسله ديال لو بروتوكول فريم ريلي. غادي نبداو هذه السلسله بالانترودكسيون او ريزو زيتوندو. من بعد غادي نهضروا على لي زافونتاج دو بروتوكول فريم ريلي. بعد لا سويت لو فونكسيونمون دو بروتوكول فريم ريلي. غادي نشوفوا لونكابسولاسيون فريم ريلي، يعني كيفاش دايره لا ترام فريم ريلي. غادي نشوفوا بعد لا سويت لو ماباج فريم ريلي. غادي نهضروا على لي انترفاس دو جيستيون لوكال ال ام اي ايتترا. بعد لا سويت غادي ندوزوا على لي توبولوجي فريم ريلي، وغادي نساليو السلسله ديالنا بلا كونفيغوراسيون دو بروتوكول فريم ريلي. بيان سور لا كونفيغوراسيون غادي نشوفوها في لي دو بروتوكول اي بي في 4 اي بي في 6، وغادي نشوفو لا كونفيغوراسيون مع لي ديفيرون بروتوكول دو روتاج ا فيكتور دو ديستانس اي ا ايتا دو ليان. غادي نشوفو المشاكل ديال كل نوع من هاد لي بروتوكول دو روتاج مع لو ريزو فريم ريلي وشنو هما لي سوليسيون ديالهم. نبداو بلو برومي بوان لي هو لانتخودكسيون او ريزو زيتوندو. عندنا هنا شركة صغيرة فيها ان ديريكتور، اون سكرتير، كيلكو زومبلوي، نقدرو نقولو اون ديزان دومبلوي. غادي يحتاجو كيلكو زورديناتور ولا اون ديزان دورديناتور. غادي يحتاجو كيلكو سيرفور، يحتاجو دو كوميتاتور باغ اكزومبل. نقدرو يحتاجو ان بوان داكسيس سون فيل و ان روتور، يعني ان روتور سون فيل دو مانيير جينيرال باش يقدرو يتكونيكتاو لانترنيت. هاد لو ريزو هدا كيتسمى ان ريزو لوكال. دونك هاد لو ريزو هذا تقدر تانستالا في ابارتمون في واحد العماره. دونك علاش؟ حيت لا كوفيرتور جيوغرافيك ديالو صغيره، ولكن ملي غادي تكبر الشركه وتولي عندها فروع في بوزنيقه والرباط وكازا باغ اكزومبل، دونك هنا خاص لو ديريكتور ديال الشركه ولا المسؤول على الشركه يتصل بلو فورنيسور دو سيرفيس انترنيت. هاد لو فورنيسور دو سيرفيس انترنيت هو اللي غادي يتكلف باش يربط لينا لي ديفيرون سيت مع بعضياتهم. هذا الربط ديال لي سيت مع بعضياتهم كيتسمى اون ليزون دو ريزو ايتوندو ولا اون ليزون وان. النوع الاول ديال لي ليزون دو ريزو ايتوندو هما لي ليني لوي. لي ليني لوي عندهم كيلكو زانكونفينيون. دونك الا شدينا مثلا لا ليزون لي بين بوزنيقه والرباط، حنا كنعرفوا ان المسافه بين بوزنيقه والرباط 40 كيلومتر. الا شدينا اون دوزيام ليزون مثلا بين بوزنيقه واكادير، المسافه هنايا 514 كيلومتر. بالنسبه لي ليني لوي لو كو ديال لا ليني ديبون دو لا ديستانس اونتر لي سيت، بمعنى انه لا ليني اللي بين بوزنيقه واكادير غيكون الثمن ديالها طالع بارابور لا ليني اللي بين بوزنيقه والرباط. علاش؟ لان المسافه بين بوزنيقه واكادير كبر من المسافه اللي بين بوزنيقه والرباط. دونك هذا لو برومي انكونفينيون. الحاجه الجاوجه اللي كتميز لي ليني لوي غادي نوضحوها بهذا المثال هذا. دونك عندي مثلا لو سيت اللي بين بوزنيقه والرباط، عندي واحد لوفر ديال باغ اكزومبل ان دي بي ديال 256 كيلوبيت بار سكوند، وعندي اون دوزيام اوفر ديال 1.544 ميجابيت بار سكوند. دونك هنا بيان سور سي لوجيك انني غادي نخلص دوزيام اوفر ثمن طالع على لوفر الاولى. علاش؟ لان الديبي هنايا 1.544 ميجابيت بار سكوند كبر من الديبي اللي هو 256 كيلوبيت بار سكوند. لو بروبليم هنايا سي كو هاد لو ديبي الي فيكس، بمعنى انه الا مشيت درت ابونمون مع ان اوبيراتور لي ليني لوي غادي نقول له عطيني 256 كيلوبيت بار سكوند. دونك الا خدمت هذيك 256 كيلوبيت بار سكوند سي بون، الا ما خدمتهاش غادي نخلص. والا احتاجيت ان ديبي سوبيريور ما يمكن ليش. دونك لو ديبي الي فيكس دي لو ديبار. الا بغيت نبدل الديبي خصني نعاود نتصل بالاوبيراتور باش نقدر نبدل لابونمون ونولي ندير معاهم ابونمون جديد. الحاجه الثالثه اللي كتميز لي ليني الاول نوضحوها بهذا المثال عاوتاني. تخيل عندك شركه فيها دو سيت بين بوزنيقه والرباط. انا في هذه الحاله غادي نحتاجو اون سول انترفاس في الروتور ديكستريميتي ديال بوزنيقه واون سول انترفاس في الروتور ديكستريميتي اللي كاين في الرباط باش نقدروا نربطوا هاد لي دو سيت. مي ايماجيني انه تزاد عندك سيت طنجة وسيت في كازا. دونك غادي نحتاجو باش نربطوا كل سيت مع لي زوتر سيت غنحتاجو 3 انترفاس. ملي كنقولو 3 انترفاس في ان روتور سي دلارجون. عندك روتور فيه 2 انترفاس وبغيت نزيد فيه انترفاس خصني نمشي نشري ان موديول اللي فيه هادوك لي ليزون سيري باش نقدر نزيدهم في هذاك لو روتور. هذا الا كان لو روتور موديولير. الا ما كانش ان روتور موديولير وما فيهش ان نومبر سوفيزون دانترفاس غادي خصني نحيدو نبدلو نجيب ان اوتر روتور اللي غادي رومبلاسي. دونك هنا كيتزاد علينا الثمن بزاف. كنشكركم على حسن المتابعة، وغادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نكملو هاد السلسلة. وشكرا.